بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تعالى تنصيب 9 حواسيب i5 من أصل 15 حاسوب. هذه الحواسيب تم الحصول عليها بعون الله تعالى بمبادرة من الأخ غسان شرقية من شركة أمدوكس. هذه الحواسيب حواسيب جديدة، شاشات عريضة كما تشاهدون، كانت ملائمة للمهندسين اللي بيشتغلوا هناك في الشركة، المكليدت والفارة كله جديد. أيضا تم ربط هذه الحواسيب بشبكة الإنترنت الموجودة في الصف عن طريق الأستاذ منير غرة من أجل دمج أيضا الفرق كفرقة السايبر اللي بتعلموا شبكات الحواسيب والتعليم المحوسب للمواضيع المختلفة كالبرنامج آفاق وإلى ما ذلك. تم إحضار الحواسيب للمدرسة بمساعدة أخانا أحمد الراتب في الباص الخاص بي. بنقول له بارك الله بيك على هذا التبرع. أيضا ساعدنا في تحميلها وتنزيلها حتى وصلناها إلى غرفة الروبوتيكا، وبنشكر أيضا طلاب اللي بيجوا معنا على أمدوكس، طلاب المركز لميدا اللي بنرافقهم كل يوم أحد، اللي حملوا الحواسيب هاي في الباص وبرضو وصلوها معنا هنا لغرفة التكنولوجيا. من الجدير بالذكر أيضا أن الروبوتات التي تشاهدونها هنا على الحواسيب هي أيضا من تبرع شركة أمدوكس. هاي روبوتات قديمة، وقامت أيضا شركة أمدوكس بالتبرع بروبوتات حديثة، والسنة أضفنا للمجموعة الحديثة روبوتات 2 بقيمة 6000 شيكل حتى نكمل المجموعة، لنستطيع تعليم المجموعة كلها في الروبوتات الحديثة. وبارك الله بأخنا غسان مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين. We'll be right back.